يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل استخدام القلم المضغي بالفضة أو المرصع بالفضة فيه معذور شرعي، وكذلك اقتناءه دون استخدامه؟ نعم، لا يجوز اتخاذ القلم من المرصع بالذهب أو بالفضة، لا يجوز هذا. الفضة والذهب والفضة إنما يجوز استعمالها للمرأة من باب التحلي بها والتزين بهما، غير ذلك ما يجوز، الأواني ولا الأقلام ولا التحف من الذهب والفضة ما يجوز هذا. نعم.